الرياضة والنجومية تحتاج إلى همة وإصرار ومثابرة، ولتحقيق ذلك يجب اتخاذ خطوات فعلية لمسيرة ناجحة. ومن الألعاب الرياضية ذات الشهرة الواسعة هي لعبة كرة تنس الطاولة، فهي لعبة شعبية من الطراز الأول في عالم الرياضة. ما يميز كرة تنس الطاولة عن الألعاب الأخرى أنها لعبة تحدي بين لاعبين أو 4 لاعبين، وكذلك هي لعبة سريعة للغاية تحتاج إلى التركيز العالي والمهارات الفنية في إرسال واستقبال الكرة وقراءة الخصم بسرعة فائقة. وهذا ما يتمتع به لاعبنا النجم نواف الهاجري من إمكانيات ومهارات فنية عالية. سوف يحدثنا اليوم عن سيرته الرياضية وكيف حقق ما وصل إليه من إنجازات وبطولات. حلقة ممتعة مع اللاعب نواف الهاجري. السلام عليكم، معكم اللاعب نواف الهاجري، لاعب نادي الإرادة تنس طاولة. شاركت في بطولات 2010 و 2019 بطولة رمضانية. بداياتي كانت اختلاط النادي عن طريق ربعي معي مدرسة، فحبيت اني اشارك بالنادي عشان اكون اختلط بالمجتمع. كنت اشوفها بالتلفون، ولما دخلت النادي شفتها فقلت هذه اللعبة موجودة انا وادخل انا فيها انا وربعي. اول بطولة شاركت فيها اخذت المركز الثاني بتنس الطاولة، والبطولة الثانية اخذت المركز الثالث. اكثر الدعم حاصله من الاهل، ولما فزت ان اتصلوا علي وشجعوني اكثر. الإعاقة ليست إعاقة الجسد بل إعاقة الروح والهمة، وعندما تتوفر الإرادة القوية يستطيع المرء أن يوظف قدراته ويتجاوز العقبات ويحقق النجاح مهما كبلت جسمه القيود، فهم أصحاب الهمة والإرادة. أطمح أن يصير بطل العالم، بطل العالم بلعبة تنس طاولة. لما تكرمني شافي لبسني الميدالية، ولما رحت البيت حسيت في فخر، وهالي استانس معي. وأنا ما أفكر أني أدخل لعبة غير التنس لأني أنا أحبه وراح أستمر فيها إن شاء الله. أيام كورونا كان نادي ما أخذ احترازات الصحية، وأنا شاركت في بطولة رمضاني واخذت الميداليه. وانا قاعد افكر اني ادخل السله، ان فيها ان لعبه جماعيه ومشاركه مع ربعي، ان شاء الله اني احقق انجاز فيها. انا حبيت السله لان هوايتي،
وحبيت اني اشارك مع ربي فيهم الجماعي، كونها لعبه جماعيه. الصعوبات كان الحين يعني وقتي تمريني قليل، اكثر اقل من اول. قبل كنت اجي كل يوم، الحين لا، مره مرتين باسبوع. انا طالب بكليه تربيه اساسيه تخصص مكتبات، الثاني سنه الحين لي. الإعاقة ليست إعاقة الجسد بل إعاقة الروح والهمة، وعندما تتوفر الإرادة القوية يستطيع المرء أن يوظف قدراته ويتجاوز العقبات ويحقق النجاح مهما كبلت جسمه القيود، فهم أصحاب الهمة والإرادة. ان شاء الله اني بجيب شهاده، وان شاء الله اني بحقق انجاز بطولاتي الجايه. وانا انصح ان ربي اللي ما يهتمون للدراسه فيخلي وقته للرياضه وللدراسه. نصيحه، شاركوا بطولات وحققوا انجازات ونظموا وقتكم بين الدراسه والنادي. انصح اخواني ان يكون عندهم انجاز بالرياضه، وأن يختلطون بالمجتمع، وأن يكون عندهم إنجاز بالرياضة. أشكر المدير النادي دعيج الهاجري، شكر على تنظيمه وإدارته، وأشكر شافي على تنظيمه وإدارته. إن الهمة والإرادة هي التي تقود الفرد دائما إلى الإبداع، ولذلك إذا توافرت الهمة والرغبة في استغلال تلك الفرصة تحقق النجاح.